خالد جاء البرنامج مع على اللي يحب يرجع مرته عندها عامين ولا عام وثمانية شهور هكا عامين تقريبا مغادرة محل الزوجية رفعت به قضية في النفقة مفتش عنه لدى السلطة الأمنية في قضية إهمال عيال ما خلصش النفقة متاعه المرأة خذاها بون هذا هو أصل الموضوع هذا أصل الإشكال هنا لا نفقة ولا دراسة بالنسبة لي أنا ذاك كل كلام فارغ ما كانتش عنده الاستقلالية في اختيار شريكة حياته النتيجة ها هي اتراو فيها قدامه على كل نشوفه هو مع بعضنا اسكو زوجته نعيمة تحضر ليلة في برنامج مع علاء وإلا لا نستقبله مع بعضنا مدام نعيمة مرحبا بك مدام نعيمة أهلا بيك لله على السلامة مدام شحوة يا لكلمة أبس عليك تفضل مرحبا بيك مدام نعيمة شحوة يا لك مدام نعيمة لبس عليك قداش عمرك لله 21 سنة إيش تعمل في الدنيا في الدار ما تخدمش لا لا قريت كمل قرايتك ولا لا قريت السادسة ابتدائي في الدار من الاول معناها مرحبا بك اللي عندك فكره شكون ينجم يكون استدعاك ولا استدعاتك الليله في برنامج مع علاء نورمالمون راجلي علاش بيه راجلك عندنا خلافات مع بعضنا شو راجلي مش ماكن نوع من الرجال اي نعم سي علاء لا اش معناتها الجملة اللي قلتها تحتمل دو سونس زوز معاني هاي. انا نتخيلك ما تقصدش المعنى الاول تقصد معنى اخر معقول اي المعنى الثاني اللي هو انسان مش كما العباد انسان ما فيش رحمه ما عندوش حنيه قلبه ما يرحمش كي هو كي عائلته انسان انا محطمني محطمه بالرسمي ما عندوش كبده عنده ولده وما عندوش به رحمه لا هو لا امه باللي نحكي لك سي علامة ما نسبقوش الأحداث لله مثال شوف معايا ونثبتوا شكون اللي استدعاك الليلة في برنامج مع علاء شوف معايا هو أول مرة تجيني ضيفة في مع علاء وتقول لي شفته تو هو ولا مش هو؟ ليه هو كبدا بالدموع التماسيح ساعة هو مانيش نبكي لا زينة بركة يا زي ما نبكيش ما تبكيش بالطبيعة علي انت عندك رحمة حتى باش تهبط الدموع يا خينا نبكي خينا نبكي كان جيت في بلاستك هاك حسيت ما عرفتهاش شوف الدخول مع جملة هي ولا مش هي؟ ما ظهر لي بنعرف بنعرفش بالطبيعة خليتها هكا ولا مش هكا؟ يا ودي سبحان ربي اقسم بالله العظيم خاطر قلبي نظيف هذاك علاش ربي يعطيني النور على قلبي أما أنت شوف وجهك كيفاه باهية تبدلت عليك؟ ما بطبيعتها هكا الليلة تبدلت في حاجة واحدة فيش؟ نوريك تصور كيف كانت عنا كيفاش ولت هكا عود كيفاش كنت في دارنا؟ كنت في دارنا هكا الزميله كوريتها تصاور وهزيناه البيت ربي نظفناه كيفاش كانت نظفتوا فيا ليه يا بابا اشرف منكم ليه يا بابا الحمد لله يا ربي على فطوري نظيفه كلمه مش راجل عادي مثال سي علي لحظه انا جيت باش نتكلم اي تعال نشوف شكون نظيف الكلمه اللي قلتها تسحبها توت سويت اما كلمه مش راجل هزيتها البيت ربي نظفناها ما قلتلكش مش راجل لا انا ما نسقلش مش كيما رجال معناتها مش كيما لعبت العقل الكلمه اللي قلتها مش في بلاصتها قالت مش راجل لا تسحبها توا توت سويت تقول راني سحبتها شكون باش تقول له مدام قالت البشر هذايا سي علال يحكي لك يقول لك رانا هزيناها البيت ربي ونظفناها اسال شفاه سي علال صحفي يقول لك كيفاش كنت قبل وجوه ما خطبوني كيفاه تصوري كيفاش كنت هذوما تو نستحمد ربي ان النفس يخرج ويطلع انت تصوروا في بالك عملهولي البشر هذا انا باش نحكي لك الحكايه كيما حكى هذه هو وقول لي شنو صحيح وشنو الغلط قال لي انا كنت مخو امراه قبل حبيتها وكتبت عليها صداق وما كتبش المكتوب جابوه وقال له انا مانيش راضي عليك كيفاش تكتب صداق على امراه اخرى انت وقتها زاده كنت ملكه اي صحيح وبطلت وهو كان مخو امراه ما تمش البناء وبطل جابوه قال له عندنا بنت عمتنا
تسمع فيها بنيه باهيه يزمك تاخوها كان هي. شافك المره الاولى قال لي ما حسيت حتى شيء. لا حبتني ولا حبيتها. قعدتوا اشهر تحكيوا بالتليفون ما عندكم حتى مشكله، ما تفهمناش، ما فماش تقارب بيناتكم الزوز. قال لي هزيت التليفون كلمت بابا في السعوديه، ابوه يخدم في وزاره الخارجيه، قال له يا خويا بطلت. يعمل هكا ابوه يجي حاضر باش يجيب دو فاليس فيهم ذهبك وفيهم دبشك ودبشه هو وحضر لكم كل شيء. العرس الكل وعرسكم. اسالته تعدى وش ايامات العرس باين؟ قال لي صفا لاباس، حوص بيك سيف كامل، احبل جبت صغير لاباس كل شيء كذا. هزك للعمره ضايفكم بوكم غادي ابوها في السعوديه وكل شيء تعدى لاباس، جا الوليد الصغير فرحتوا به الحمد لله يا ربي ما فما حتى مشكله. انت بعد ثلاث سنين يضر لي ولا عامين ونص بوه روح عمل جلطه جلطين جلطه، اي عمل جلطه نهار اللي حضر في العرس في داركم. قال لي جلطوه، قال هو ما السبب اللي جلطوه، هذا هو واش قال لي، انا مش انا مانيش عايش معاكم راه، قال داركم جلطوه. من بعد عاود جلطه اخرى في السعوديه حالته تازمت خذر تريت روح الراجل على روح. بي الراجل مريض يستوجب عنايه خاصه، ام راجلك حيه موجوده وعنده خوه، قلت له تعاونوا عليه الراجل بشويه بشويه وتعانيوه وتقفوا معاه. قال لي انت تقلقت، ها انت قلت ها ها وجيب ما ها وجيب كذا كثر عليك الشيء. قلت يا خويا لا عاد نحب يطلب مني طلبات وما عادش نحب نعيش لهنا، تعمل هكايا نار قلت له توحش دارنا على اساس باش تروح، تفهم فيا؟ يا اخي بعد ثلاث ايام قلت له لاني مروح على حد شيء، تكري لي دار سينو ما عادش نروح معاك للدار. عنده عامين ولا درا شنو ما راكش، عام وثمانية شهور لا راك ولا راه ولدك توا رشرشي على قضية نفقة أنت رفعتها به. إيه؟ قل شنو الصحيح في الكلام هذا وشنو الغلط؟ بالنسبة للحكاية الأولى اللي نحكيها غلطة. شنو هي؟ تقلقت من بوها وما وما نعرف شنو غلط. الإنسان هذا ساعة عليه بالنسبة لي هو يقول له ساعة كي أنت فيك رحمة وشفقة أصفن المريولة كاية بدنك ما رحمتوش، مش ترحمني أنا مش ترحم ولدي مشلط علاش هربت واحدة سامحني لا سامحني مش نحكي لك ساعة لا واحدة في دار رجلها تاكل تشرب تستحمد ربي وتشكره حمايتها معاه حموها معاه ما يهمنيش فيها المرض هذاك راهي الناس كلها تمرض به سي علي نعانيه كي نعاني بابا الانسان هذايا الزطله الزرارق البركه جات كل شيء يستعمل فيها تفضل زطله وزرارق استعملت مخدرات سامحني شلقت بهم في الجمعه الاخرى معناها تسعة شهور ولا 10 شهور عرس نسأل بتجاوبني على قد السؤال هي هاي ما هي قالت تستعمل في الزطله في المخدرات ولا؟ تبركي في الناس ولا؟ يا كيفاش مني مانيش في الحبس على البركه جاي تبركي في الناس على النفقه هذيك تبركي في العباد مني مش في الحبس يا عالم نجيب لك الورقه كمل نجيب لك الورقه نتاع الحبس نتاعك نهار اللي هزيتك الطفل في عمره 6 شهور قداش بقيت معاك؟ ما بقيت معاك 6 شهور اتكلم هاي تراح قول نهار اللي رجعت لك نهار اللي رجعت لك نهار اللي رجعت لك ولدك ستة شهور حنيت عليه انت وامك تعمل لي هذايا قلت قسيت عليه الحليب نتاع الحكوك قلت لها يا بنتي راه كل ليله يلزموا باكو حليب راه عمره ستة شهور لا يا اختي قالت لي هذايا ليه باقره كل ليله تكلم اقول لي صحيح ولا غلط الماء درقته عليا الخبز اللي هو يعاير فيه يعمل لي كي ما ناكلش وما نشربش وما نعطينيش بولدي كيفاش باش نعيش علاش ما خذيتك انت عسكر كردونه نجيب لك الفلوس من دارنا وكاهو في علي نهار اللي بعثني لدارنا ما نجيبش الفلوس ناكل تريحه وصحيح اخر مره كريت باكو دخان سي علي باكو دخان باش يعني المحط اللواجات طاح علي لين سبعة نتاع العشية المطر تصب عرض الانسيبي خلص علي اللواج تكلم ترى هشام شنو عمل معانا العيد اللي قايمينك بولدك كيوني كرالي هشام كرالي في جبل الوطس وفي جبل الوسط ودبر لك خدمه في معمل خليتني وهربت مقابله المعامل تكلم ترى قول غلط وانا صحيح اكيد عاد مش تقول لي كل شيء موجود عندي في الاوراق من نهار اللي كليت الطرايح من عندك بدون نقاش هاي تكلم ترى تكلم علي يديك ساعة عليك انا انت ثلاثة ايام هذوما كي برمجت مش تجي لهنا ساعة عليك بازرك ما زرقتش باش ما تبقاش سيكاتريس ونقول له شنو هي الزروق في يديك؟ لا يقول لي ناموس هذيك قرصتني وهي راهي قدنها كاية ساعة عليك تكلم علي يدك الساعة علي يدك ترى قدام الناس الكل علي اصفن يدك ترى زيد اصفن زيد اصفن مريولك التالي علي علاش؟
تخيل روحك تعمل عمدك راهو ربي راهو لهناك لهناك تخاف من العباد نهار اخر ناخذ من لحمك نقول مش مرتك ماهيش مرتك ما تكلم تكلم وقول الحق ولدك تعرفه وانت تو هذيا هذيا مشيت لبيت ربي خمارك وينو ساعه خماري ما نعملوش مع ناس اللي تكذب كيفكم وانت يلي تصلي وتقي ربي زدت له الزرار نهار تهبط في المطار وين مشيت هاي ترى تكلم وين مشيت وين مشيت نهار اللي جاك دبوزة ولا شنو تسموا فيه اسمه دبوزة اي نعم ساعة نجيب له فزت له في زرارك شكون دبوزة هاي ثم دبوزة وما نعرفش شنو اتكلم اتكلم قول الحق فريت انتوما لا لا رحمة فيك انتي ولا في امك ولا في بوك ولا في خوك ولا في اختك حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ريت انت القطه تحن على ولدها دار تجري بيه في امها بتجري بيه من بلاصه لبلاصه تحن عليه انت لوحده المساجات في فيسبوك اللي تمزبل في حقسي علي يعمل لي انت بنت الغلم وقنار نتاع الدجاج فعلا بنت غلم وقنار نتاع الدجاج نفتخر بها اللي العلوش اللي انت اللي حن تحلم بيه تكلم عمري لا بعثتوا ذا ولا ما بعثتوش لا يا بابا نجيب لك التليفون توا نجيب لك التليفون نسجل كل الفيسبوك والعيران نتاعك تعمل لي خي انا ولدي اسمعني اسمعني اعمل لي في الفيسبوك انا راني مع صاحبتي وشيخ وراني في البحر واموري هاني تعمل لي حبني انا نطلقه باش نفتح عليك انت ساعه مش تخرج من هناك مربوط محكوم عليك بعام حبس مش هدا في بالك 7 ملايين و200 نفقه ما خلصتهاش ما خبرتني انا اي نعم اقسم بالله على عديل يا اللي انت تضحك وريقي انا شايح بابا يا سي علاء مرمدته خوتي مرمدتهم في جرته هو وخوي على جالي بطل العرس نعاني في جرته جرثومه هذايا بالله ما نساش تكلم ولا نسكت لا نسكت خاطر ما عندك جوابك سكتها وبعد لا 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 ما نسكتش حقي ما نسكتش علينا نستنى في الليل والنهار باش نجي لهنا ارقد هكاك خاطركم كذاب خاطر كذاب تكلم ترى ما عندك هيك نقول لك حاجه ما تشد عليا حتى شيء جد هكا ما تشدها عليا الحمد لله يا ربي نظيفه شيفه عفيفه مسخت لي سمعتي دارنا ما خديت ما قلت فيهم خواتي اللي يبعثوا لك في الماند اللي يبعث لك هشام في الفلوس وقايم بيك تنزبل فيه وتعاير فيه وما نعرفش شنو قول خويا ما بعتلكش خوك قسمنا زوز تكيات للسعودية زاد حقا نسيت ما قلت السي علاء باللي بالذب بدبش نتاع 28 مليون اللي بعتو زادي ما كنتش مصور لا يا بابا هو مصور كل شيء عندي بالفاتورة ما كنتش بالمحويس برا جيب لنا الكراب خا نحوس انا ما حق نهار تمك تكري في كرب باش تمشي اليوم تعطيك ال 200 و300 اللي تبعث لك فيهم اللي هو جست النهار ماشي نهار جاي يجيب لك انت في الفلوس باش تزطل بها عليه بوك امك بنت بن علي ولا شنو كل يوم 200 امي اللي تضحك على بنت بن علي كل يوم 200 يا سي فلان معيشاتك منين امك ملاو حدكم انتم امكم في تونس لهنا امي شنو تبعث لك يا خالد نهار اللي تمشي شنو ضيفك شنو اللي تاكله الفلوس تجيك من عند شكون يمشي لها بلا ركوب يقول ما عنديش باش نركبها يا ولادي نهار اللي جاي راجع فيا ولدي عمره 6 شهور قال ما عنديش باش نركبها راه وما ماتوا عطيته 50,000 ما طمع وما مشى المقال للراجل راني ما عنديش باش نركبها جاي ملو علاش بس باش تقوم بولدك انت ماخذني في الدار تزطل وتزرق وناك اللي طريح مسكر علي الباب سي الحبس وفات قولي والله ضربتك ترى قولي والله ضربتك نهار احلف احلفي انت اقسم بدين الله ولا يروح بي ونحط المصحف بيناتنا اللي كشخت بيا حتى انا مش مبيش مروح مانيش انا مانيش مروحه مانيش مروح مانيش مروح للزوز حلفتي سي انا نحنا يا انت يا انا مادام وصلت لهنا قدام العباد يا انت يا انا يا شوفوا لي حل معاك يا تعرف اخرتها شنو يا تعرف اخرتها شنو باش تحول قداش من مره نستدعاك في المحكمه كي انت عارف روحك بريء قداش من مره نستدعاك في المحكمه وترفض 4 جلسات يا سي علي بالعاني نطلع له عقد المنفذ وما يجيش انا هاني جيتك من القصرين اللي هنا هتكلم ترى شبيك ما جيتش لهنا ليه انا راني بيا وانا راني علي تكلم وقول الحق ترى قوة الرب مازال 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 قاعد تتكلم ولا القوة الرب صلي كيش القوة الرب هي خاطر الانسان كيف تظلم القوة الرب كيش تبلعتو سيسني سيسني على روحك بشوية يا نايمة نايمة عشقت عشقت سيس على روحك ما تنرفزش بشوية بشوية عشقت اهدى اقسم بالله يتكلم باش يجيب جايز هذايا والله ربي العظيم والله بشوية والله عندك ما تجاوب على اللي قالته اسالني خلينا نجاوب لا سمعت شنو اللي قال تجاوب عايرتها بالفقر انا عايرتها بالفقر علينا خوفيك في فيسبوك
علاش علاش نعاير فيه كي باش نقول لك يا سلحة بالغلام هاو عندي في الفيسبوك تو نجيبه لك وقراته شي فيه. لا موجودين المساجات ريتو هكا هاو شوية 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 ما ادخلها باش سبيت شوية عاد اسمعني عاد خاطر تكمل باهي ما يسالش انا ريتهم لي ميساج الكل ما غير عايرتها من عند ربي هكاك من عند ربي لا مو العبد يوريكش بعثهم ويوريكش خذاه شوية باهي سنة عايرتها بالفقر واللي هي من وسط ريفي والا لا ثم رب هذا مدون عنا في الدي ميساج بعثتهم ثم رب ضربتها ولا ما ضربتهاش؟ اقسم بربي لو عمري حطيت عليها يدي وهي تضرب ما تضربش ان شاء الله علاش ما خاطر وقت اللي هي ما نحكي لك سبعه وثمانيه شهور التالي تقف بجنبي تجيني هنا كيفاش نضرب؟ ما تضربش معناها ما تضربش بالحق معناها كان يمكن نمد يدي نباصي ما تضربش ماهيش تاع الضرب وعلاش هو البشر مش نتاع الضرب وعلاش باش نضربها من ناصلو شنو اللي عملته لي باش نضربها يعني مثلا شنو اللي عملته لي شنو الكلام اللي قاعد تقول فيه؟ هي منشيره تقول لك بوه مريض وذاك بوه وذاك بوه ومنشيره قالت لك بوه وامه ما يستاهلوش تنجم تحكي انت وياها تيك تاك والا لا؟ مثلا خاطر انت باهي تراك باهي راهي المراه قاعده تحكي وقلبها معبيه ومقهوره وانت عامل هكا باهي بالطبيعه باهي تنجم تجاوبها على كيستيون على كل اجابه سؤال ولا ها باش نجاوب عليها تفضل جاوبها يا خويا باهي باش انا نسمع فيك جاوب انت قلت لي تجي غاديك نقص لك ساقيك ولا لا؟ اكيد قلتها لك اسمع علاش؟ ثلاثة سنين وينك؟ انت تقول راني عام وما نعرفشني انت ثلاثة سنين وينك؟ بيت ولا حي؟ ثلاثة سنين وقتها بابا قد عمره ولدك ما عندناش ثلاثة سنين معرسين بربي بلاك قد ولدك قداش عمره هاي اعطيني التاريخ والدات المولود فيه تو انا قلت لهم صحيح. لا قول تو خلي الناس كل تسمع قداش عمره ولدك نهار ولا مولود وقتاش 28 افريل صحيح طلعت صحيحة هلا هلا قريته في الدار جيت اكيد قريته في الدار اكيد اي احنا قديه تو نهار 28 من اول انت اول ثلاثة سنين عندك ثلاثة سنين ولدك ما ريتوش مجرم سفاحة انتوما قلت لي تجي غادي نقص لك ساك علاش سفاحة؟ يعني انت استحمد ربي ليل ونهار انت اللي ما شدك حتى حد بالرسمي ريت انت تسمع انت جرثومة فتاكة انت كارثة انت حطمتني اش باقي فيها زاد مش نستقبلك ونقول لك يا بابا تفضل اي ميما انا دخلت عليا هي ولينا مبيتين للشر معناها تصور انت طفله عايشه معنا في الدار تبيت للشر معناها ما فهمتش فانا عيله ذي ناس هزينا معناها ان ناس جايبينها من غادي وحطوها في وسطها بنتهم وزادوا معناها هزيناها لبيت ربي ومن بعد جبناها هنا قتلناها بالشر ما فهمتش كيفاه فهمالي حاجه وحاجه حاطينها في وسطهم ومبيتينها بالعشاء ما يسالش فهمالي انت عندك فلوس وتصرف عليها المراه هذه وقت اللي عايشه معك وقت اللي معايا في الدار اي لا ما عندكش ما عنديش بدليل بطال التوت لا سامحني عاد لحظه سامحني ولا خدمت شهر في قهوه ولا ما خدمتش شي شنو شهر باش تعمله لنا ما هو مشكل كل شهرين هي شهرين شهر جت فيه شهر خدمت فيه الشهر اللي من بعده بطلت فيه الخدمه مشت هكاو يجيب في البنات للدار يبعثني بالذمه لاخته للمروج ما تجيبيهاش اللي نطلبك انا باش تجيبي يجيب في الخويا في خوه في صحابه يزطلوا يقعدوا اخت صاحبته جاتني سعالات لا لا جاوب جاوب جاتني سعالات تعمل لي انا وقتها حبل تعمل لي اشرب لي حليب روباي وناسي في بالي اللي هي مصاحباته صحباته معاه في الدار الدخان وعاملين طاوله كلم قول صحيح ولا غلط جو قول هيك شكون استنى ساعة استنى نسرين ولات الخروج نسرت لها زوز تليفونات وعندك قضية في الكبارية نخطفت لها التليفونات نتكلم مرت عمك شاهدة نتكلم تكلم تفضل نتكلم أنا نسمع فيك كي جينا ولقينا الطاولة اللي تحكي عليها أنت ولقينا وسام قاعد أنا وياك وين كنا؟ وين كنا؟ يزب لك كذبتي ما كناش في سليمان في دار عمك راك تعديها عليا وتعدى على ناس اخرين ما تعديهاش لان راك ما تنجمش روحك ما كناش في سليمان في دار عمتك وقت يعطيك الصحه مش مدخلني انا جيت للدار نلقى خويا قاعد وصاحبك ولا شو مدخلني بالتليفونات انت معانا منتصر هي صاحبة منتصر وانت ويا بالتليفونات وانا شو مدخلني قلت له شنو انت شنو وانا شو مدخلني انا نحوس لك انت في سليمان يزي مش نقول لك كلام راهي العباد اكبر مني يزي من الكذب نتاعك يزي بلا النفاق نتاعك راك ما تسوى شيء مش كتكلم في منتصر قلت له راهي صاحبتي في وسط الدار منتصر وشاهد طليت غادي كنت كلمت غدوه تفهم هو اياها على اساس مش تجيه للدار وجاتوا للدار نلقيش شومي اتكلم من نهار تكلمت نقعدت في وسط الدوش وقلت له تفضل شبيكي جيتي تو تكلم وقول صحيح ولا غلط تليفونات ليش كتم بيك من نبوس في الدين المركز لما كيت قال لي يا بنتي راجلك فاك زوز تليفون الطفل وعطيها طريحه
تكلم. ثم واحد فوق زوج تليفونات مش فكيت التليفونات تاع نسرين المروج وكانت تتفرج يا ربي عني تو تطلب تو تقول لك صحيح. ومشيت للحبس انا؟ انت؟ والله يسع علي عندي الورقه نتاع الحبس الموقوف عليها. احكي لي على المرو على نسرين تاع المروج توقفت عليها انا؟ وتذكر ال 100,000 اللي بعثني لها اللي بعت بها زطله ذيك وزرا زطله و... وش اسمه ذاك السبتيك. اسمعني سي علي هذه جات مسخ لي في التصوير. سي علي صحيح. اسمعني صحيح جات مسخ لي في التصوير. اقسم بربي لا نسيبك ما نسيبكش. ما نسيبكش معناها ما نسيبكش باش نبين لك عيوبك لهنا نبين شكون على الحق. عندي ورقه الحبس نتاعك وكنت مربوط عن ثم حبس نتاع الكبري اللي هزيت له صاحبك هذاك ما نعرفش شكون ما نجمش نسميه مديت له 100,000 قلت له فيس على الحكايه نتاع طفله ما نعرفش شنيا. تكلم قول صحيح عندك ولدك راه يطيح فيك ولدك قول راه سليم نورت عينيا يا تليفونات اللي سرقتهم للطفله الراه طايح فيك الراه طايح فيك انت ان شاء الله وانت مش فايق بروحك نستحمد ربي ونشكر وانا ما عملتش شر في حياتي ما عملتيش شر ولا ما عملتها الشر احكي لهم على الروحيه مثال شبيه الروحيه ميكانسيام تاع الروحيه احكي لهم انت ميكانسيام شنو 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 تكلم شنو لحظه سي علي سامحني احلفي انت بولدك اللي انت ما كنت تحبي ولدك وتخافي عليه احلفي بولدك انت ما خبيتيش تليفون الراجل هنا وروحتي بيه تريح يا كذاب يا ودك ربي وقريتها وحدك وقلتها وحدك يا كذاب انت منتصر سي علاش ساقي اسكت اسكت انت عندك حق تتكلم بيه سرقوا تليفون المكان طفل صغير في المكان السياسي عليه كبير قد هكايا جابوا لي منتصر للتواليت قال لي سمعيني هذا كان ما تدرقيش ورانا الكل باش ندخلوا للحبس وانا ساعتها سي عليه نبى عليا قال لي راه قال لك راجلك نيت يا الليله ما ثم حتى حد خليك مذبوحه في الكياس ونروح ما عليا كان لزم سي على درقته صحيح التليفون درقته من بعد قلت له المكان السياسي تكلم وقول صحيح ولا غلط يقوى عليك ربي يقوى عليك انت يا ربي خاطر عنا الشهداء ونطلبوا الحاج تو حاج ريتي يمكن انا وياك يمكن العباد ما يعرفوناش اما ثم عباد راهي تعرف يا ولدي ريت العباد راهي العباد اليوم غدوه راهي ما تلقى حتى حد ولعل في تلقى كان روحك انت تلقى كان انت روحك اكل 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 ملايك هذاك اكل ملايك ما فرحتوش نهار حتى بكعبه حلوه ما فرحتوش هذاك يخلص منك انت بالذات كيفاش باش نفرحوا وانت قلت لي تجي نقص لك باش نفرحوا بالسرقه نتاعك وبالزطله نتاعك وبالحبس نتاعك انت نتاع مسؤوليه انت انت نتاع مسؤوليه انت بدك ما رحمتوش خلي ولدك مش انت واخوك وكنتوا برمجين مش تبيعوه الطفل تلفت الخوك قال له كان لكم فيه 10 ملايين نحرقوا بيه قول صحيح ولا غلط امك على حاجه في تربي نهارتها قاعده قالت له حرام عليك كبتك ترضى كبتك انت تبيعها يعملها ايه ايه صحيح يقل في عينيه صحيح ولا غلط لا شيء حريقك ان شاء الله تربي انا نضحك ولا نضحك معاكم انا ليه انا نضحك معاهم زيد راه ولا شيء زيد تضحك مضحكه انت تعرف علاش نضحك معاهم على خاطر انا خذيتك انت وكان شوفان ليش انا مش ناكل في صوابع ريت انا تو ناكل في صوابع ليت ليت خليت وحيده خليت ولد بلادي سارح ناخذه ولا ناخذ فار تاع حبس جردك انت زي عتلي صقر يلا لا يربحك ان شاء الله الله يتولاك ربي ان شاء الله صدقوك صدقوك يخلص منك ها يا خالد تو تشوف شنو يصير فيك صدقوك تو تشوف شنو يصير فيك تضحك على زوالي انت يا ذاك تعمل لي سارحه بالغلط شدخولي داخله بيه جبت زوالي يا ودي انا تو تضحك تعمل لي بوم بنات الجنيرو يا سرحة بالغلم مراه خطر نسرح نزيفة عفيفة بشرفي نزح بالغلم وراسي مرفوع ونبت ناكل العشاء مع يوم وبابا ولا نبت ناكل فيه بالغصة وخايف من تركينة لتركينة كيفك انت بيتني يا خايفه ضربه ضربتين الحاكم نشوف ضربه وحدي خاطر متربيه في الريف انت كي جينا نخطبوا فيك قلتي ناخذ هذايا وانا طايش راحت بيه هذايا نورمال انت خالتي مش هذايا والله لا تربحك ان شاء الله والله لا يهدي هذايا قلت ناخذ وانا طايش راحت في بير بابا ماهيش هذايا ولد شكون اللي قالت انت خالتي ما نعرفكش انا ما نعرفكش انت وبطبيعتي راه مانيش مستدعيك حاجتي بيك بطبيعتي انا مستدعي بولدك وراسك ميت والله ربي العظيم انا وياك زمان طويل يا ولدي لا تشوفوا بنظرة عيني انت الحاكم كي تقف استنى حضر روحك انت ساعه تخرج من هنا وين باش تمشي وين باش تمشي ولدك ملوفه 3 سنين ولدك تعرف عليه كيفاش ياكل ولدك تعرف كيفاش يلبس في ساقيه ولدك تعرف كيفاش ياكل كيفاش يتحدث شنو لاباس عليه؟ مريض؟ ليه؟ تكلم قول تعرفوا انت وين؟ خليتيني انت شوفوا زعيم كان في الشيخات والزطله والزرارك شيخات ما عندك وين باش توصل يا ولدي عيوبك راهي طلعت
ريت عيوبك راهي طلعت. مدام وسع بالك عايشك يهديك. والله العظيم كله فيلم. والله العظيم فيلم فيلم نسالش مدام مدام وسع بالك. انا مستانس بيك. وسع بالك. هذوما ما يعرفوكش مسافر. تحب كاسمها مدام؟ لا لا شوف المرأة مقهورة. اسمعني يا منيش سي علي مقهورة مثلا. استنى عاد. باهي نسمعك ما يسالش. شوف يا خل. باهي. المرأة مقهورة. منيش. انت شنو هو منيش عاد تو باش هي منيش مقهورة. شنو اللي منيش؟ انت تجبد عليها بالمرتاح انت وتجبد علي انا بالمرتاح. من جي من جي من جي الولد من جينا هنا قصوا لك ساقيك هذا منيش مقهورة. انت شنو تخصوا لك؟ اقسم بربي هيك قلت عاودتها لك تو. قصوا في الساقين غادي. هاي عاودتها لك. هاي تو تقالتها. انت من الغل. يا اخي كلامها هي بالغل وكلامي انا بالغل. ما فهمتش هي. قلتها كلمة صحيح. يا اخي كلامها هي بالغل وانا بالعروسات. انا نقص لك ساقيك. اسمعني انا راني لاباس عليا وراني شيخ اموري عايش سافا اني باش نجي لسليم. وين باش تجي ولدك ثلاث سنين اسر عليه راه ما يعرفوش لو كان دخلوا تو يجري كان البابا وخواتي. وكي انت عندك رحمه يعرفوش. وكي انت عندك رحمه كي انا نقول لك نجي قولي لي جا الولد. لا ما تشوفوش بالمستحيل كي ولد نهار تولدت بيه انت وين وين انت نلقى الرحمه في خويا تحت راسي. ما نسمع نقول لك حاجه نلقى الرحمه تحت خويا سليني يكبر ويقول باب يكبر ويقول بايك يا ويحاسبك على اللي تعملي فيه ورسم انت ويحاسبك على اللي تعملي فيه انت هو مش حاسبك ربي يجي نهار ويقول لك بابا وين كل يوم تتحاسب عليك اللي عملته فيا انا بالاخص يجي نهار ويقول لك بابا وين تفرغوا قلوبكم ايش يجي نهار بابا ايش يجي نهار ويقول لي بابا ايش يقول لك بابا وين وين بابا تو تحط معاك يا اسمعوني اسمعوني اسمع سي علي مانيش اسفه مانيش راني نستعار بعيشة الريف ونحن رانا ولاد ريف هي تعرفي نحن ولاد ريف ونحن اصلا ما عرفناه خاطر كيل عنا غاديك راضي وفاميليا اسمعني خل فهمك حاجه انت ليله مش انا توا مش انا ندرا هاكم طلعوا لها توا العباد هاكم طلعوا لها وشافاها ترى قول لهم الناس اللي مشوا لها غاديك قول لها غاديك ينجم ولدي في البيئه هذيك يكبر ونجم يعيش شنو هو البيئه هذيك؟ ما يسالش العباد اللي مشت تنجم تسالها شنو هو البيئة هذيك يا ناس؟ البيئة تحب تعرف البيئة شنو يا أخي ما الناس اللي مولودة في الريف ما ينجموش يعيشوا وكيف فما حل آخر؟ شنو هو الحل الآخر؟ فما دار هنا مكتب غاديك أما خير ولا الدار هنا أنت ما وفرت لهاش دار ما عندكش دار وما عندكش خدمة علاش وأنا عندي دار؟ أنت ما عندكش خدمة وما عندكش شهرية علاش وأنا عندي دار؟ ما عندكش دار وبنت لسل ما تصبر مع رجلها ما صبرتش جملة سامحني يا خويا اللي ما صبرتش اللي عرس يزمو يخدم ويصرف على عائلته هاي وقت تحوس من لون ما كلمتنيش على الخدمة مش نعيط يا سي علي اللي عرس يزم تكون عنده دار مستقلة ما تاخذ من الناس هكاك وتلوحها باهي وعلاش وقت تحوس كي بوك عرس لك انت باهي كي بوك لبسك باهي بوك صرف بوك عمل العرس وانت اصلا ماكش مسؤول ما عملت حتى شيء باهي علاش وقت لي علاش كي نفقتك انت ماكش تدفع فيها باهي علاش وقت لي قاعده تحوس في الكراهب بالاربع شهور ما جبدتش الموضوع هذه جمله يزيني برا امشي اخدم كي بربي كريت كرم اربع شهور عملت عليها الضيحه علاه ما قلتليش برا يخدم وسايب ما نحوسوش كان اللي كريت بيه كهرباء مشيت سطرت مرتك وولدك في دار علاه وقتها ما قلتها ليش انت ما تستناهاش هي باش تقول ما تستناهاش هي حتى تدبر عليك سامحني توا انت تدبر على روحك انا ندبر على روحك توا ولات هي تدبر عليك باهي انا ندبر على روحي مالا شنو هو؟ باهي مالا باش راجل تصرف على دارك ولا عيد باهي وانا غبت عام وغبت عام ونص وغبت عامين على ولدي وهزيت التليفون وماكش تنفق عليه وهزيت ما ديما تصرف عليه باهي قلت لي في مانديت باهي قلت لي نحط ساق على ساق في البلاد وتقعد تبع في الفلوس وما نعيش ككاكا انا قلتيها ولا ما قلتيهاش انا قلت نحط ساق على ساق تبعت انت احلف بولدك وباري على راسك نحلف بولدي سليم اسمعني نقول لك حاجه طلبت قلت لك مش مدافع عن النفقه شنو قلت لي انت راكده في دار بايك وانا نصرف عليك لو ولدك شكون باش يعيشه لك تتكلم قول صحيح يا اخي لا تروح لا هي لا ولدها تزيد تقعد هي وياه غادي ما نشوفوش ولا شيء عليك تصرف على ولدك وتعطيها توفر لها مسكن خلينا نشوفوا على الاقل توفر لها مسكن وتخدم وتصرف على عائلتك انت غلط لهنا راك انت اللي غلط هذا كفوية مع بابا معناه اللي عمل هذا خليني من بوك يا ولدي ما نحكيش على بوك انت زوج ماخ وبنت الناس لاك تخدم لاك تصرف عليها لاك مسكنها في دار مستقله ولا تصرف على ولدك شكون اللي غلط هي ولا انت انا غلط وسالها هي باش كفيتي بابا ترى باش كفيت بوه باش كفيت بوه لا تقبحت فيه لا عليت عليه صوتي لا سمعته الكلام بالعكس سبني وسحتني في التسعه نتاع الليل راجل كبير ما نعدي له ما يسالش ورجعت نعدي له ما يسالش ومريض سحتني في الليل سي علي طلبت بابو جاني وقال لي طردها في الليل من دارها من الدار ولا انت مجنون شكون اللي طرد
طردني بو انا مجلوط طردها بتاعك. ولا حتى ولو مجلوط طردها ولا مجلوط ما طردهاش والله ليه لا بنعمل وكيل فيك بائس عليه بابا موجود معانا جاني هو وحده يبقى هي مش مشكله طردك إيه انا قلت البوك يجي يهزك وليلتها بوك يا ولدي ما خذتك انت تو هي مش مخذه بوك إيه انا قلت انسى موضوع بو إيه انا قلت البو يجي يهزها بابا ما طردهاش بابا ما طردهاش قلت له يا عم بو جمعه يجي يهز بنتك يا اخي انت شبيك ما عندكش شخصيه ومستقل بذاتك شبيك عايش بين بو على جناح بوك وامك واخوك مانيش عايش على جناح مانيش عايش تخدم. على جناح مانيش على جناح تخدم مانيش نخدم تصرف على عائلتك خلي بزت لي حياتي تصرف على عائلتك خلتني نصرف تصرف على عائلتك ما خلتنيش نصرف تخدم مانيش نخدم تصرف على عائلتك لا لا تصرف على ولدك لا دفعت نفقة ولدك لا اسكت هاني ساكت. تفضل. اسكت باهي ساعات. كي تعمل هذوما الكل تكلم. الله يبارك. باهي مدام. نعم. تو انت لك مطلقه لك معرسه. هل هذا انت في داركم وهو في دارهم؟ ليت ننسى على الحل شنو هو؟ حل اني نبعد الانسان هذايا. نعيش علاش ما طلبتش الطلاق وما طلقتش؟ صدقني والقران العظيم يا سي علاء نهار الاثنين ماشي باش نعمل جلسه في الطلاق. فماشي حل. لا صح عليه صحيح نعرفك تجي مع الطرف الانسان هذايا ما تعش معاه دقيقه بشوي تو يقول لك كلام يمشي يعمل دوره ويرجع لك باهي بربي نحب نسالك سؤال اسمع احكي معايا بالرجوليه اسمع احكي معايا بالرجوليه تكيفت مخدرات ولا جوي كيفت ولا نتكيف؟ تكيفت ولا كيفت زرقت ولا لا زريقه لا حربشت ولا حربشت ضربت على وقتي هزت لي ولدي وقتي هزت لي ولدي عملت باهي نحييك على صراحتك هزت لي ولدي عملت نحييك مش على اللي عملته على صراحتك هزت لي ولدي عملت خاطر قبيله قلت لا انا يعجبني الراجل كي خاطر اتهمتك اتهامات كبيره خاطر اخذرني بو عنده عائله ومعرس وعنده امراه يزطل ويشرب الحلابش ويعمل كذا مشكله لا لا ايه انا قلت لك نحييك على صراحتك مش على اللي عملته لا نحب نفهم اللي عملته حتى ما فيش حاجه باهيه انا نحب حاجه خايبه حاجه خايبه باهي عندك استعداد نصلحه انت بالنسبة لي أنا ما دي مرحبا بها في أي وقت هي ولدها في أي وقت تحبها المرأة هذه؟ مستحيل تحبها المرأة هذه؟ مستحيل بنكذب عليك ما نحبهاش شو معناتها مستحيل؟ ما علاش جاي أنت تو؟ أنا ريحتك نكره خليك أنا من الأول ملي جيت كي قابلتني صحفية قلت لها راني نحب توا معايا ثلاث سنين ما ريتش ولدي نحب نشوف ولدي هكا ها؟ نحب نشوف ولدي. لا انت جيت تحب ترجع لمرتك. كان حاب ترجع مرحبا. اي تحب ترجعها معناتها انت. كان حاب ترجع مرحبا. لا بعد ما سمعتها توا ولات كان حاب ترجع. لا معناها اسمعني. انت جيت بطلب. باهي سي علاء بنسيرش اسمعني كلمتين هذوما ومن بعد احكي انت ايش تحب. معناها بعد ما سمعتها هي قالت لك هكا تعمل بيده وخي ذاك لا وخي شنو نقف انا توا نقول لك امان رجع لي مرتي. اي. ها؟ كان تحبها بالحق. امان رجع لي مرتي. هكا انا باش نمشي معاك في اللعبه هذه تيم فول اوكي مدام تحب ترجع له الرجل هذا؟ لا سهل تحبوا الرجل هذا؟ لا شوف احسبني اخوك الكبير وجل بيك انت ما زلت صغيره عمرك 21 سنه الطلاق راهو حل كي تستحيل العيشه من حقك باش تطلق اما باش تطلق في الظروف هذوما وبالمعطيات هذوم راي صعيب عليك شوي مش معناتها نقول لك ارجع للرجل هذا بالسيف لا اش نعمل نقول انا عمري 21 سنه ما زلت ما عنديش تجربه كبيره في الحياه نجم نكون تزوجت في غلطه ونجم نكون جبت صغير في غلطه لكن المحصل والثابت انك غلطت نجيش نداوي غلطه بغلطه لا انك تتسرع أكيد عندك في ذهنك مساحة وإلا عندك في ذهنك بلاصة للصلح لازم لو كان جيني الليلة وما عندكش بلاصة للصلح نعتبرك مساهمة في الغلط اللي صار لك ومساهمة في تردي الحالة بينك وبين راجلك بما معناه خلي مجال للصلح نحكيه ما هوش عيب نحكيه ونتفاوض بليسي عليك كلمة مثالش كلمة واحدة ما عادش تكلم خليني نكمل معاها طيب ونرجع لك باه ما قلت لي برا عاد تحب على مرة كلمة واحدة على خاطر ما عادش تتكلم جملة باه آه نسمع فيك قول لها وصلت قلت لك أنا ما ينتوراجي هو المشكلة ما وين انتوراجي فيه الزرارة وفيه الدواء
قلت لها نوصل نجي نعيش معاك بحذاك في البلاد. قلت لها هذا اسئله هاي قال هذا ولا ما قالش؟ رد بالك. هاي كلمي هاي خلى بس ما فيك هكا نحكيو بهدوء. شو معناه هو قال ما من حتى كي هو قال لي نعيش معاك في البلاد هاي. اللي من بكري قال لك انا ترضى علي العيشه هذيك يبقى فيها ولدي. علاش نقول لك انت مرتك وقت نعم عليك ربي هزك نسيبك كليرك كل دار وخذلك اللي تستحقه الكل دبوس غاز قال له ما نسكنش انا في دار مسيمنا كريلو فيلا ابقى قال له ابقى اركح بركه حتىش لي المعمل عيط لك اركح خليني ويفسع في جبل الوسط به هاو قال لك به نحسبوها غلطه ذيك وعملها يا سيدي هاو توا عنده عندك استعداد تعيش معاها توا وين هي والله يا ربي هي ولده نعيش معاهم حتى في البلاد فوق صح عليه مستحيل انا صح عليه شوي اللي تعدى عليا انا راني نحكي لك الغدوه ساعه ليه من عندك الحق ساعه ليه مستحيل خليك معايا راجل مره اخرى مستحيل قبيليك عجبتني قلت لك برجولي ضربتها ولا ما ضربتهاش اقسم بربي عمري لا حطيت عليها يد والله على خالص تعرف مره جاي خوش قال جاي خو بيناتنا مره جاي اسمع اللي نحفه ما نبزه جاش قال انا نعطيك من الاخر باش تفهم الانسان هذا شنو قال برمة كيفاه هي كاسكاس وطاح على برمته ولا ما نعرفش كيفاه معناها على اساس انا وياك جبتوا المثل كاسكاس على برمته ما نعرفش ثم مثل على اساس معناها الحاجه تحت على اختها ولا ما نعرفش كيفاه اقلب درا شنو وتطلع لا 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 مش هكاك خلينا نسمع طنجره والقطبه يا حاجه شنو هي؟ هكاك طنجره والقطبه هذا جاي خاها وخانا متنابزين غزر لمي قال لها رام الزوز كيف كيف بيه. قال لها طنجره والقطبه بيه. بيه. بيه والله ربي لا نكره قسما بربي ايه بربي تحيه كبيره لي بيه. بيه. المراه كبريائها مجروح اسمع والله لا نكره كي خانت كلمه المراه مجروحه وتعبه واستحقتك وقت الرسمي ما لقتكش وانت قريت قريتني قلت لي لا خدمه لا قدمه لا فلوس لا حتى شيء وعملت 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 يمكن المراه هذه انت ما تكرهاش مازالت عندك حاجه ما استحملتش معايا جميل هي بشويه تو تستحمل هي صغيره صغيره ما عندهاش تجربه في الحياه اصبر مازالت في قلبك حاجه اكيد جايتك اليوم مش بلاش ما تكرهاش ما نكرهاش اي تحب تكمل تعيش معها ما نكرهاش وهي في وقتاش وقتاش ولا تسمع الكلام بيناتنا ولا مساجات خايبه بيناتنا كي بعدت من قدامي اما هي قدامي يقول لها اسمع اسمعناش اي على خاطرك سمعناش بعدنا كلام خايب على خاطرك ما استحملتش بعدها لا خاطر هي قدامي ما سمعتها حتى كلمه خاطرك ما استحملتش بعدها كي بعدت ولت استفزازات ولت كلمات خايبه ولت دخلت هذاك ودخل هذاك ودخل هذاك تو علاش تبكي مراه كيما هكا علاش تبكي بدموعها بالنسبه كانت كان قاعده تبكي مني انا ان شاء الله تسامحني والله الانسان زيدوا صفقه عليه مره والله الانسان يا بشويه عاد والله الانسان نعيمه ومش على خاطرك انت على خاطر ربي سبحانه اعطيو فرصه لبعضكم بشويه ما تقوليش لا ساعه ليه تستنى نسمع فيك استنى علاش خديتو الرجل هذا؟ علاش خديتوها مش خديتو نحكي لك الصحيح علاش قبلت؟ انا نعيش في منطقه ريفيه مش عيب باهي بيان تونس نسمع بها تشطر تونس ريف شو تقول لي؟ تونس نسمع بها كي الله غالب ساعه ما تبكيش علاش؟ لا نحكي صحيح على خاطر ساعه علاش تحكي فيها وتبكي؟ لا علاش كي تقول لي انا بنت ريف وتونس نسمع بها سمعان تقول فيها وانت اللي هو يعاير فيها ما لا ما عايرتش بها ما عايرتكش قبل ما تعايرني انت ايجا نقول انت عايرتني قبل ايجا نقول وتونس نسمع بها تقول فيها باش تلقاص وحاقره روحك بنت ريف ونص وانت امراه ونص وبنت عائله ونص شو تقولي بنت ريف وتونس نسمع بها سمع هاك جيت لتونس ضايفناك اليوم ولا عايشك فرحنا بيك ولا عايشك كرهبه جاتك للدار ولا عايشك ساعه تفرهدت شويه كي خرجناك ولا إيه؟ على الاقل ها معناتها وسع بالك وسع بالك الدنيا ما تاخوهاش ياما قرارات الانسان ياخوها وهو متخشش ومتنرفز انا عارفك متنرفز والله خا ما نفكر الوليد الصغير انتوما الزوز
برا ومشي وزمر واي سيدي والله ولو ما طالش كل برا وزمر وزوز. انا اللي يهمني هو الوليد. الزوز ما تعنيه لي حتى شيء قدام الوليد اللي عمره عامين ونص. تهبطوا ريش تتعاركوا تسمعوا بعضكم الكلام مساله ما تعنينيش. شنو هو تو؟ علاش تبكي يا خالد؟ علاش تبكي؟ حسيت شويه بالذنب؟ حسيت شويه بالذنب؟ ثلاثة سنين سي علي. ثلاثة سنين ما شفتش ولدك ولا ما شفتش شيء؟ ثلاثة سنين ما ريتش ولدي يعني. على ولدك ولا على مرتك وولدك؟ هي فرد من العائلة، فرد من العائلة هي. إيه عليهم الزوز ولا إيه؟ فرد من العائلة. عليهم الزوز ولا؟ عليهم الزوز. لا لا ماكش مقتنع ما تقوليش عليهم الزوز. لا مقتنع. بالله سي علي سويل برك سويل، قول له أمك التو تحبني ولا؟ أمك تحبه ولا؟ قالت لا قال. قال تعزمك لا تحطها له وتفرح بيه وتعطيه الفلوس. انت خاطر تعرف شنو من اللي سب اخوه سبني في الفيسبوك موجود شنو ذنبي انت سبيت لحظه لحظه ليس على امي سبيت كنت بناتك كانت تحبك كانت الفلوس ما تعطيهاش لي انا تعطيها لك لك انت صحيح مدليتك بعد اللي عملته في كل اللي عملته فيا. ايوه نقول لك حاجه ويصير مسبيت ولا ما سبيتوش؟ لا يا ولدي يصير مسبيت تسكت ما عادش تجبد السبان يا نعيم. نعم المصارف في الكرش تاعك. اي نعم. وبين الراجل والمراه يصير اللي يصير. يصير. يصير اللي ما تتوقعوش في مخك. وكان في بالك اللي صار لك مش باش تكرر لك غدوه ولا طرف منه بعد غدوه باه باش يتعاود لكن بدرجات اقل. كان ما تعديلوش شكون باش يعديله؟ كان ما تنقذوش من اللي كان فيه شكون اللي باش ينقذو؟ علاش؟ نكبروا النفوس احنا. هات نصلحوا ما نصلحوا الليلة ونعطيه فرصة لبعضنا اللي يتصلح مرحبا واللي ما يتصلحش اطلاق غدوة ما هوش هارب غدوة اطلق على روحك سي علي رو لو كان راني عطيت مرة اثنين ثلاثة لو آخر مرة لا حتى جا للتلفزة هو جا ليين سي علي أنت علاش جيت الليلة جيت لك أنت جيت على خاطر شكون ليك أنت باه أنا راني جيت وهذه معزة منك نعترف لك به أنت علاش جيت علاش مشيتش البرنامج الآخر ولا البرامج الأخرى علاش جيت لي أنا جيت لك انت باه خاطرك تقدرني وتحترم قدرك انت خاطرك تقدرني وتحترم اي نعم هكا ولا مش نغر بيك انا والله لا نغر باختي انت كيما اختي صغير عايش وانت كيما خويا مازلت صغار ألعنوا للشيطان وجاو نتفقوا على قنطره صحيحه هاي وخلي غدوه ولا بعد غدوه تتصالحوا ونمشيو بحذاك نهزوك نهزوا الوليد نهزوا انت تمشي تطلع على ولدك وانت تجيب الوليد لداركم يتسامح هو وامك وانت تمشي تبوس بوه المريض وتطل عليه ونبداو صفحه جديده حتى تتحسن اموره وتو يكري لك دار وتعيشوا مع بعضكم وحدكم وبالك تتعاود الحياه من الاول وجديد خير من الطلاق ومن المشاكل ومن المحاكم نعطيو فرصه لبعضنا خير استهداو بالله استهداو بالله مازلتوا صغار في قلبي الرحمه يا سي علي ها انا كان لقيت في عائله كامله زدر حنين نبقى فيه كان لقيت امه حنينه كان لقيت بو والله يبني فيه هو خليه يمشي اموره يا للا كلهم ضد يا سي علي خويا ما يقعد لك كان راجلك في الاخر لا لا ولا ليس سالي قلتي امك وبوك بهم وعليهم قلت لك انا نجي نعيش معك غادي يا للا لا بس انت مستحيل نقول لك انا علاش تحكم علي نموت يا سي علي ريتني انا واحده من الناس نموت نريد نحط روحي تحت التراب ولا نوصل نرجع للانسان هذايا لا سي علي كواني وشواني يكذب يقول لك راني ما ضربتهاش فمي مطيحولي يا سي علي هذايا ضربك على فمك طايح لك انا ما بلاصه ما ضربنيش منها شوف خالد شوف تلقى السنه طايحه خالد انت لا ترى عندها ثلاث سنين باش تقعد سنه طايحه انت تتمقهر عليها ولا شنو؟ يا سعاد كبار يا خالد باه انا سكت تعرف علاش اليوم باش تروحوا متخاصمين؟ دمك البارد هذايا نحيه فيق جاني نجي نتكلم تشعل فيا طريقة حوارك وفي مقاييرك وتمقصيصك والله كل ما نجي نتكلم تشعل لا 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 خاطر تعرف روحك غلط المرأة مجروحة جا نقول لك اللي يضرب مرة يضرب مرتين قلت يطلب التسامح قاعد تكلم في الأخر كي كونسي ريتني أنا شعملت لها توا حاولت نضغط عليها ونأثر عليها طابت حسيتها قابلة أما قعدت في قلبها جرحة سألتك سؤال مرتين ضربتها ولا قلت لي لا أنا متأكد اللي أنت ضربتها أسمعني وما حبيش تقول
والجرح اللي فيها هي والبكاء اللي فيها هي نتاع مره مضروبه ندمت ما برجلي لم دم ضربت طاحت لها فمها ولا ما طاحتلاش ليه ولا ضربت ليه فمها ليه ولا دزيتها اللي طاحت ولا يمكن في, في يمكن في يمكن, في يمكن ضربتها ولا ما ضربتها يمكن في قالب عركه كف نسمع نسمع في عنف كف نسمع عنف كف اما باش والله باش نجي نعطيك كف تقول لي كف لا اخي كف مش عنف يا اخي مش ضربه ضربت تعالى ما تقولش من الاول ضربت تعالى تكسر لي في راسي من قبيل باه ساعه عليه نهار اللي ضربتني على راسي كي قلت لك برجع مرات بالخاتم في راسي وامك ايش قالت لك نهارتها هبط لي الدم من هنا ريحتك وين انت ليلتها تكلموا قول الحق لهنا سببها تو دور ساعة علي نحكي معك نحكي معك نمشي في غيبوبة من فيك وصالة من راسي دعدعني تكلم قول الحق وين الخاتم اللي كنت في صوبعك تكلم نحبك تتكلم بالليلة خلي تتكلم ضربتها ضربتها وطلبت منها سماح في ليلتها ورجعنا لباس فهمت علاش المرأة ناقمة فيه امرأة معنفة يا ولدي أنا كان واحد يشدني في الشارع ولا يضربني تسمع فيها يمكن نتعقد نهبل ما مش مسموح الكائن بشري يشد كائن بشري آخر يعذبه ولا يضربه بنا حق تضربني ما تحطش عليا يديك شو كلامة شو ضربتها بكف مشي في باله كف ما هوش ضرب في كلام ماذا تقول فيه عنفك هو اللي وصلك لهذا أنا ما نجمش نضغط على امرأة معنفة سمحني وندافع عليها ونقف معها ومعك انت ما نقفش معك وما ندفعش عليك مالوروزمون بور توا سؤالي ليك تحب تتقابل الراجل مع ذايا وتسامحه ولا لا ما تقابلش انت والراجل لا سعلا شكرا ليك مدام صباح الخير صباح الخير ربيعة شوف لوجيعة اللي عند المراه هذه تخليني ما نزيدش نضغط عليها علي انت لزيتني ربش نقول لها لا اه لا انا ما جيتش شو انا لزيتك انا ما جيتش لا لا سامحني هكا من الاول لا انت ضربتك بكفاك بحط شيء لا والله عايز نلعب تاعك عاد ولدي تلعب معايا توا لا والله شو نلعب ولعب ولاد صغار شو لزيتني لا خل نفهمك ضربتها ولا ما ضربتهاش ضربتها اما انا ما جيتش باش نرجعها لا ما لا نجي يعني تعدي في وقايته بيه يعني نحن نحطوا لي قالته هي الكل صحيح وانا كله يغلطك ما هو كيك ما لزيت على النفقة من الأول خايف من الحبس ليه من شنيا بعد عام عام وتسع شهور جيت خفت تو جيت باش نخاف من النفقة اي ضيقت عليك بيان سور جيت تو ما تجيش طريقة حوارك غلطة أسلوبك في التعامل مع المرأة غلط وطريقة إدارتك للحوار هي من الأول مش ناوية ترجع مش ناوية ترجع علاش أنا مانيش طالب الرجوع على خاطر هي مش ناوية من اللي شافته يا وخي والله ليه والله ليه انت 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 شفت باللي تحكي فيه هي لا 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 والله لا انت استعرفت باللي تحكي فيه هي قلت ضربني قلت ضربت هم هاي ما استعرفتش باللي عملناها معاه بالباي بالباي اللي عملناها معاه كان فما حاجه جديده هز التليفون وكلمني تحيه كبيره ان شاء الله مشاهده طيبه للجميع